مدام كوثر، ألقت بك الأقدار في يعني واقعة مفزعة، وفي اللحظة اللي كنت ربما على بعد ثواني من أن أنت نفسك تلقي مصرعك، وأن أنت كنت تكوني جثة مع بقية ضحايا هذه المذبحة المفزعة. طبعا أنا ما كنتش أتصور يعني أن حاجة زي كده تحصل، وبحمد ربنا طبعا ان ربنا نجاني يعني. بس انا في اليوم دوت يعني انا طبعا اعرف الاستاذه ذكرى من 10 سنين يعني، وهي تقريبا بنتي يعني. انا ما بتقوليش الا يا ماما كوثر، هي واختها ودادي يقولوا لي يا ماما كوثر، حتى اختها كوثر اللي في برضه اللي في تونس اما تكلمني تقول لي يا ماما كوثر. ففي اليوم دوت اتصلت بي الساعه 10 بالليل وقال لي انت فين يا ماما، ما جيتيش بقالك 3 ايام يعني العيد يعني. فقلت لها انا راح المسرح. قالت لي وانت اشتغلت مسرح؟ قلت لها اه يعني الاستاذ عادل فتح بودي جارد في العيد يعني. قالت لي طب انت هتخلصي الساعه كام؟ قلت لها هخلص حوالي الساعه 2. قالت لي طب خلصي وتعالي لي ضروري. قلت لها حاضر. ففعلا انا خلصت ورحت، فلقيتها قاعده في الارض بتلعب اتاري. هي كانت فيها طفوله وكانت تحب تلعب اتاري وكانت فيها طفوله لطيفه شديده قوي يا دكتوره قوي فوق ما تتصوري حضرتك يعني. يعني طفله وحنينه وتحسي انها يعني بنتك وتحسي انها اختك وتحسي انها بس ما كانتش في حاله عصبيه سيئه اطلاقا، لانها احنا سمعنا انها كانت يعني كان في خلاف كانت في المطعم مع زوجها. هي سابته هناك، سابت الخلاف ده هناك، وصاحبتها خدتها على اساس مش صاحبتها مرات مدير الاعمال. وهي الاول مره تشوف، ايضا الاول مره تشوفها، ما شافتهاش قبل كده. اول مره تشوفها، اول مره تشوف اسمك ديت خديجه. اول مره تقابل ليه؟ اول مره تشوفها، لدرجه لما قلت لها كوثر رمدي دي ممثله قديمه عارفاها؟ قلت لها ايوه انا عارفاها. فقالت لي تصوري يا كوثر انا اول مره اشوف خديجه، لو ان جوزها مدير اعمال جوزي. اول مره تقابلها في حياتها واخر مره يعني. الست دي راحت لقدرها، راحت لقدرها، بس سلمت عليا وبتاع وقالت لي انا عندي بنت وولد ومش عارفه ايه وكده. هما كان حصلت مشاجره في المطعم بينهم وبين بعض. وبعدين خدتها خديجه وجم على البيت. أيه. لما جت على البيت هي لما تزعل وتتضايق بتقعد تلعب اتاري. أيه. تلعب استيميشن يعني، تقعد تلعب يعني. فاول ما دخلت سلمت عليا وكده وقالت لي اسكتي انا جبت الثلاث جواهر. جبت الثلاث جواهر وجبت مفتاحين. قلت لها الله، طب يلا عشان اشجعك يعني، هي بتحبني افضل اشجع وبتاع. فقالت لي انت كلتي؟ قلت لها لا لسه انا ما كلتش. فعملت طبق جبن كتير وقعدت انا اكل واكل الكلاب. ده اللي نجاني كمان لعلم حضرتك يا دكتوره، ان برضو اللي بياكل حيوان فربنا سبحانه وتعالى برضو بينجيه. قعدت ما اكلتش الاكل الجبن وقعدت اكل الثلاث كلاب اللي هم الصغيرين دول بتوع فرنسا والكلب الكبير، واخده بال حضرتك. فبعد كده شويه كده صغيره هي كان قاعده تحت، لقيت ايمن داخل. ايمن داخل وراه اللي هو مدير اعماله اللي هو استاذ عمرو، وبرده عرفته بيا وقالت له كوثر رمزي انت عارفها دي امي ليا وحبيبه ليا في مصر. بس هو التاني داخل والشرار في عينه، والشرار في عينه. الساعه كام ايمن دخل؟ كان دخل تقريبا 3:30، 3:30 بالليل. دخل ايمن وانا حسيت بعينه ان في حاجه غير طبيعيه. يعني داخل متنرفز. بعدين هو لما يشوفني برضه بيقول لي ازيك يا ماما كوثر عشان ذكرى يعني. يعني عشان يعني يعني كده. فبصيت لقيته بيقول لي كوثر. اول ما شافني ما ادانيش فرصه، ما ادانيش فرصه. قال لي كوثر ممكن تخش الصالون؟ قلت له ليه اخش الصالون؟ 3:30 انا هروح. قام ردت ذكرى الله يرحمها قالت له لا ليه ماما كوثر ده انا بعته جايباكي، روحي اقعدي في الصالون يا حبيبتي وكمان شويه. قال لي عشان في حاجات خاصه عايز اتكلم فيها انا ومراتي، انا ما احبش حد يسمح. هو جاي يعني؟ ايوه جاي مشروع. جاي بالطريقه دي يعني، جاي عنيف. بس عنيف. مدير اعماله وزوجته فضلوا قاعدين لا زي ما هم قاعدين على الكنبه. يعني الراجل قاعد فخرجك انت من وبعدين خرجت في الصالون، رحت صليت اتوضيت وصليت العشاء. وبعدين حوالي انا قاعده ده كله في البلكونه عشان البلكونه عنيد وبتاع، قاعده في البلكونه بسبح الله. بصيت لقيته جاي سريع جدا، كوثر كوثر. انا اتخضيت، وفي ايده رشاش بس حاطه تحت باطه. جالك وفي ايده رشاش؟ رشاش حاجه كبيره كده دكتوره، انا مش عارفه رشاش او بندقيه اليه، المهم حاجه كبيره انا اول مره اشوفها يعني، عمري ما شفت حاجه زي كده يعني. اشوف مسدس اشوف كده، ما اشوفش حاجه كبيره. انا الصراحه اترعبت. قلت له فيه؟ قال لي روح دلوقتي حالا. قلت له حاضر هروح. فقال لي راح فين؟ انا يعني بعديه. قال لي راح فين؟
قلت له راح اجيب جزمتي. قال لي ثانيه واحده اجيب لك الجزمه. فجري بره جاب الجزمه وراح رميها في وشي كده. فلو ما سمعتيش صوت طلقات ولا حاجه كده؟ لسه خالص ولا حاجه لسه. انا سمعت الكلمتين بس وانا قاعده بصلي. يعني هقعد لسه هصلي ان صاحبه ده بيقول له يعني ان خليك هادي. اول كل جواز يعني بيحصل في الاوائل مشاكل وبعد كده تاخده على بعض ومش عارف ايه. كان الخلاف بقى؟ الخلاف تملي كانت لما ذكرى يعني هي متفقه معايا طبعا ان هي شغلها بالدنيا دي كلها وانها صوتها ده بالدنيا دي كلها، فما تروح حفله او تروح حاجه يبقى هيجنن. فكانت مسافره قطر، قعدت في قطر من سبت لاربع كان هيموت. راحت برده كان عندها شغل في التلفزيون في ليبيا برده كان هيموت. يعني كلها حاجات وغيور قوي حضرتك، قوي قوي فوق ما تتخيلي. يعني حب طلع يعني زي قس وليلى، يعني مجنون بيها. فمن قوي ازاي يعني حب قوي؟ يعني كان بيعمل ايه يعني هو يعني الحنيه باينه، طريقه بوس الايد، طريقه التملي واخدها في صدره، تملي يعني يبان ان هو بيحبها. بيدلع يعني مش بيدلعها جدا. وهي حبيته لانها هي انا شخصي اعتقد ان دي اول حب لذكرى. عمرها ما حبت الا فنها وشغلها واصدقائها، يعني استاذ وليد واستاذ صلاح. يعني تملي كان عندها وتملي موجودين. لما اتجوزت ايمن كله مشي. كله مشي. يعني وحتى وداد يعني كانت بتحبها قد ايه وما تعرفش حاجه غير وداد. يعني اختها وداد. يعني وداد دي عندها تقول لك ايه، اما اقول لها يا ربي عريس يجي تقول لي لا وداد الاول. واشوف ولادها الاول وبعدين انا اتجوز. فجي ايمن في النص. فحبيته، واخده بال حضرتك؟ وسابت كل يا اصدقائها واصدقائها كلهم بعدوا وراحت مع ايمن. طب يعني واحد بيحبها وحنين معاها ومهتم بيها وهو كان ساري ورجل اعمال، يعني واضح ان ما كانش فيه مشكله، امال ايه اللي حصل؟ ما اللي حصل ان انا اللي سمعته ساعتها انه جاي سايق. ايه الغيره بقى؟ يعني كان بيغير عليها بشكل دائم بشكل حضرتك لا انت تصوريه، يعني بشكل يعني اوفر شويه، يعني اوفر، يعني مش الطبيعي بتاع زوج وزوجه، عريس وعروسه. فكان داخل متخانق من حاجه، في حاجه حصلت، يعني في حاجه. لان اول ما كانوا عرسان حتى شوشه حضر المساله دي، يعني شوشه يكلم حضرتك فيها. اول ما كانوا عرسان لسه في معجب في شرم الشيخ بيسلم عليها، معجب على اللي عامله في المعجب. عمل ايه في المعجب؟ يعني يكاد يضربه. ازاي يسلم على مراته؟ ما عرفش ان دي فنانه وليها معجبين وليها ناس وحاجات كده. فده اللي سمعته. فسمعت الست بقى خديجه دي راحت قايله له، يعني قالت لها يعني انا لو جوزي انا ما استحملش منه الكلام ده. ده اخر جمله سمعتها. فمن جه هو بقى صرخ في وشي ونزلني. ما استحملش منه الكلام ده، قال لها ايه؟ رد قال لها من فضلك اذا سمحتي، يعني انا ما احبش حد يدخل بيني وبين مراتي اما اتكلم. يعني ما بس انت كنت سامع صريخ وخناق. خناق لسه الاول بقى، يعني بدء المعركه. يعني بدء الكلام، واخده بال حضرتك؟ وبعدين لما جابها شخط فيا وجاب لي الجزمه فقال لي راحه فين بقى؟ انا هنزل من الباب العمومي، ليه باب تاني من ناحيه الصالون، واخده بال حضرتك؟ فقال لي لا ما تنزليش من الباب العمومي، انزلي من هنا. قلت له حاضر هنزل من هنا. انا اترعشت وانا هي جايباني عشان اخد الشرايط افرقها على اخوات، يعني ولاد اخواتي واولادنا وكده. فمدياني شرايط، حتى شرايط نسيتها وسبتها الساعه بتاعتي ما خدتهاش، كنت بتوضى سبتها. شايفه معايا كلاشينكوف. انا نفسي بقت دكتوره، بقت اترعش. مش ما بس ما جاش في مخي انه هيضرب، لانه انا متعوده لما دخلت بيته من 3 اشهر متعوده ان تملي قاعد فرحان بالحاجه دي، بالبطنجات يعني زي مثلا يعني زي جيمس بوند، يعني قاعد ده بيفرج يعني. شفتي المسدسات والكلاشينكوف والحاجات دي قبل كده؟ من زمان عم حاططها كده كزينه. هم اتجوزوا من 3 شهور. ايوه زي ما حضرتك مثلا تحطي برفان قدامك، هو بيحط ده قدامه، ده مزاجه دول. حتى انا قلت للاستاذه مره يعني استاذه انت مش بتخافي من دول؟ قالت لي ده قلبه طيب جدا، ويعني ده زي الطفل، ما يهمكيش طريقته. يعني ما يهمكيش طريقته. طريقته كانت ايه؟ يعني ان هو جامد، يعني عنيف، يعني عنيف هو شخصيا. بيزعق كتير شخصيا عنيف، غير بيزعق، ما كل الناس بتزعق، بس ده شخصيه قويه جدا، يعني ربنا خلقه قوي جدا. فهو فاكر ان دي يعني 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 امبارح السواق قال في النيابه ان هو كان عنده جنون العظمه. كان عنده جنون العظمه. جنون العظمه. فالبنت هي رقيقه وحلوه، وكانت ما فيش حاجه في حياتها ابدا غير شغلها وغير اصدقائها دول وبس، ووداد وخلاص. حتى وداد يعني حتى وداد نفسها
سابت البيت وراحت قعدت في المعادي يعني. ما راحتش معايا، قالت لها تعالي معايا. ما كانتش راضيه عن الزواج. ما كانتش راضيه، رفضت لاني استاذ هاني وبيتي مراته وكده. قالوا لها بلاش يعني جوازه، جوازه دي يعني ده قوي عليكي وانت زي البسكوته وانت ناعمه، ده مش عايزك انت يعني، عايز شخصيه ثانيه. فطبعا الحب بتعرف حضرتك، فحبيته، حبيته من قلبها. بس وبعد كده بقى الساعه 12 الظهر كلمني استاذ هاني، قال لي شفت اللي حصل، حصل كذا كذا، انت نزلت الساعه كام؟ قلت له نزلت حوالي الساعه 5:03، والتحت وصلوني لغايه التاكسي ومشيت. بس قال ده حصل كذا 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 كذا، ما بقتش مصدقه طبعا يعني، ما يوصلش يعني للدرجه دي يعني، بعد الشر لا فيها حاجه ونظيفه وبتعرف ربنا وتقيه، لا يمكن يعني. في ايه؟ ايه اللي وصله لكده؟ يعني ايه اللي وصله كده؟ الشغالات قالت في النيابه ان الست ديت استفزت، قالت لها انا لو كان جوزي انا ما استحملش منه كده، فراح مديها. كانت بتقول انت، هي كانت بتغني الاغنيه دي ليه؟ كانت بتغني له اغنيه ايه؟ هي بتقول كان في الفراندا وقاعدين كلهم مع بعض، فقالت الشريط كله لما يتسمع هيبقى ليك يا ايمن، لان انت ظالم شويه، انت ظالم، انت ظالم شويه وانا مظلومه. وبعدين قالت له ان يعني لو تعرف يا مش عارف يعني، كلام برضو يدل اني اول مره تحب وان ربنا يعلم انا حبيتك قد ايه وانت ظالم قد ايه. فقالت له الغنوه دي على فكره عشانك. الحقيقه عناوين المانشيتات الصحف مرعبه شويه. في مانشيت منهم بيقول اجهز عليها ثم ابتلع النيران وكان في حاله هستيريه. هل ده نتيجه لانه كان مخمور يا مدام كوثر؟ والله يا استاذه لما دخل الدكتوره كان شكله غريب الشان يعني، مش طبيعي يعني، مش طبيعي يعني، يعني كان يعني مش هو ايمن اللي شفاه قبليها بيوم او ثالث يوم او رابع يوم. يعني فعلا كان فعلا شارب حاجه مش طبيعي يعني، مش طبيعي، لانه احتمال يقول يا ماما كوثر حتى يعني او كده، انما يا كوثر يعني زي الشغالين لما بيقول لهم مثلا يعني فلانه يا علانه، فقال يا كوثر يعني، فاهم؟ انسان مش حاسس بنفسه، لكن ملامحه وشكله وطريقه مشيه شارب حاجه، بس لسانه تقيل يعني، تقيل وشارب حاجه، لانه حتى ما قال يا كوثر كان يعني مش تقيل، مش هو مش هو ابدا يعني. فقطعا ما كانش في حالته الطبيعيه دكتوره خالص خالص. لا ده انا خايفه اقول له اهدى يا استاذ ايمن لاخبطني، لو فجريت. وبعدين الجزمه كان بعيده كده زي عند الدكتوره، وبعدين الجزمه بعيده لغايه حضرتك يعني، ان يمشي المشوار ده كله ويروح يجيب الجزمه ويقول لي خدي البسي الجزمه وانزلي، انزلي على طول من دلوقتي من الباب ده، ما تخرجيش من الباب ده، في حاجه في الدخول. قلبك ما قلقش، ما حسيتيش ان في حاجه خطر هتحصل؟ لا، عارفاه ان هو لما يقوم بيبقى بيضرب خدامين وبيضرب ده وبيضرب ده، قلت ده قام، قالت الموضوع لكن مش لدرجه كده وخلاص، وانه عادي بيمسك اسلحه في البيت. انا سالت المدام قبل التسجيل، قلت يعني هيضرب؟ لا مش هيضرب، عادي. لا 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 عادي، عادي ده عادي، ده عادي، بس مش هيضرب رصاص، ده هو شغلته تملي رايح جاي في البلكونه ومش عارف ايه، ني وني وني وحاجات كده. هو نفسه كده يعني بيلعب هو يعني، ممكن ماسك يعني زي افلام كده، زي الافلام بيلعب 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 بالرصاص.